في حلقة اليوم سنتحدث عن خلفية عن سفر أعمال الرسل، أعزائي أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة والحلقات القادمة. رح ندرس في سفر أعمال الرسل، سفر شيق جداً وجميل جداً، أسميه أنا سفر أعمال الروح القدس في حياة التلاميذ، أو سفر أعمال الرب يسوع المسيح المقام من خلال تلاميذه، مبتدئاً هنا من أورشليم وصولاً إلى أقصى الأرض. في هذه الدراسة الشيقة ولأول مرة باللغة العربية رح نسافر لعدة مواقع. رح نشوف مواقع من مدينة أورشليم، مواقع رح نروح إلى أثينا في اليونان، رح نروح إلى كورنثوس وفيليبي وتسالونيكي، رح نروح إلى بلاد في تركيا أفسس ومناطق أخرى شيقة اللي تمت فيها سفر أعمال الرسل. أنا رح أخذكم برحلة معي. هاي الرحلة طبعاً رحلة جميلة، لكن بنفس الوقت ليست سهلة، متعبة جداً، لأنه سرنا في جبال ووديان وأماكن صعبة، طلوع ونزول في الباص، في الطيارة، في القطار، في المركب، في البحر، في الجو إلى آخره، وكانت متعبة جداً، لكن فيها فرح أنه ندرس كلمة الله. وأنا بدعوك أنه في هذه الدراسة تبتدي تدرس سفر أعمال الرسل، لأنه رح أتكلم أنا أكثر من ناحية تاريخية، الخلفية التاريخية ومقتطفات من هنا وهناك، لكن أشجعك أنك تدرس الكتاب آية آية بالتفصيل وبالتدقيق حتى يكون لك شبع حقيقي من كلمة الله. أنا موجود حالياً على سور أورشليم القدس القديمة. هذا السور طبعاً من أيام الأتراك العثمانيين، بني سنة 1517، لكن بني على الأسوار الرئيسية أو الأصلية، الأساسات الأصلية. فقط على يميني في أسوار مثلا بيعود تاريخها من أيام حزقية الملك، وهذا المكان جميل لأنه بيطل على جبل الزيتون، تستطيع أن ترى الكنيسة الأرثوذكسية أو هذا البرج، يمثل أو المكان مكان صعود المسيح إلى السماء. وطبعا جبل الزيتون هو الجبل اللي أعطى الانطلاقة أو الشرارة أنه يذهبوا إلى كل العالم، تكونون لي شهود في أورشليم وإلى أقصى الأرض. على هذه الجهة كنيسة صياح الديك، المكان اللي بطرس أنكر فيه الرب يسوع، وفقط خطوات بضع خطوات علية القديمة، علية صهيون، وين التلاميذ اجتمعوا وامتلأوا من الروح القدس. هذه الجهة هي جهة جبل صهيون، والجهة الأخرى جبل المريا، مكان الهيكل قديما. أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة وتستمتع بدراسة سفر أعمال الرسل. عزيزي سأعود بعد قليل. سفر أعمال الرسل هو سفر مليء بالحركة، مليء بالنشاط، مليء أيضا بسرعة التنقل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أعزائي أنا موجود على جبل صهيون، وبالتحديد فوق سطح كنيسة صياح الديك. هذه الكنيسة تذكرنا عندما أنكر الرسول بطرس سيده الرب يسوع. هذه الكنيسة بنيت فوق بيت قيافة رئيس الكهنة، أحضر إليه المسيح ليحاكم أمامه المحكمة الدينية. تستطيع أن ترى من خلفي أسوار القدس القديمة، جبل الزيتون من الجهة الأخرى، خلف بلدة سلوام في يوحنا إصحاح 9، شفى يسوع الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام،
تستطيع أن ترى هذا الوادي العظيم يلتقي بوادي هنم عند أسفل الجبل، ملتقى بين الواديان، منطقة تسمى حقل دم. في هذا المكان انتحر يهوذا، شنق نفسه وسقط على الأرض وانسكبت أحشاؤه إلى خارج. هذا هو مصير يهوذا الخائن. دونت في كتاب الأول يا ثاوفيلوس جميع ما عمل يسوع وعلم من بدء رسالته إلى اليوم الذي ارتفع فيه إلى السماء، بعدما أعطى بالروح القدس وصايا للذين اختارهم رسلاً، ولهم أظهر نفسه حياً ببراهين كثيرة، وتراءى لهم مدة 40 يوماً بعد آلامه، وكلمهم على ملكوت الله. وبينما هو يأكل معهم قال: لا تتركوا أورشليم، بل انتظروا فيها ما وعد به الآب وسمعتموه مني. يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس بعد أيام قليلة. فسأل الرسل يسوع عندما كانوا مجتمعين معه: يا رب، أفي هذا الزمن تعيد الملك إلى إسرائيل؟ فأجابهم: ما لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي حددها الآب بسلطانه، ولكن الروح القدس يحل عليكم ويهبكم القوة، وتكونون لي شهوداً في أورشليم واليهودية كلها والسامرة حتى أقاصي الأرض. ولما قال يسوع هذا الكلام ارتفع إلى السماء وهم يشاهدونه، ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. وبينما هم ينظرون إلى السماء وهو يبتعد عنهم، ظهر لهم رجلان في ثياب بيضاء وقالا لهم: أيها الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ يسوع هذا الذي صعد عنكم إلى السماء سيعود مثلما رأيتموه ذاهبا إلى السماء. أعزائي من جبل الزيتون، أريد أن أتحدث عن سفر أعمال الرسل، والمكان مناسب جدا. جبل الزيتون مشهور جدا بالكتاب المقدس. من هذا الجبل صعد المسيح إلى السماء من جبل الزيتون، وكما تحدثت الملائكة أنه بنفس الطريقة سيرجع إلى هذا المكان. جبل الزيتون كان محبب على قلب الرب يسوع المسيح، كان يأتي لكي يختلي في هذا المكان ويصلي. في أسفل هذا الجبل يوجد بستان جتسماني، وطبعا هذا الوادي العظيم يسمى وادي قدرون. أريد أن أتحدث عن سفر أعمال الرسل لأنه كل الأحداث حدثت في الإصحاحات الأولى في هذه المنطقة، وبالتحديد في منطقة الهيكل أو حوالي منطقة الهيكل، أي وادي قدرون وجبل صهيون مع جبل المريا قديما، البلدة القدس القديمة. تستطيع أن ترى عدة أشياء اللي بتذكرنا عن حياة المسيح أو سفر أعمال الرسل. تستطيع أن ترى كنيسة مريم المجدلية في أسفل الوادي، مريم المجدلية اللي أخرج منها الرب يسوع 7 شياطين. طبعا أيضا بستان جتسماني، وادي قدرون. تستطيع أن ترى جناح الهيكل العظيم. من الجهة الأخرى جبل صهيون، كنيسة صياح الديك، مكان العلية اللي اجتمعوا فيه التلاميذ وامتلأوا بالروح القدس يوم 50. ثم تستطيع أن ترى منطقة الهيكل القديمة القدس أو البلدة القديمة لأورشليم والأسوار حتى يومنا هذا. كل هذه الأحداث حثت في أورشليم. فإذا سفر أعمال الرسل هو سفر مليء بالحركة، مليء بالنشاط، مليء أيضا بسرعة التنقل.
لأنهم امتلأوا من قوة الله وبحضور الرب يسوع المقام، استطاعوا أن يعملوا أمور عظيمة مبتدئين من أورشليم. سفر أعمال الرسل هو سفر المرحلة الانتقالية بين البشائر أو الأناجيل والرسائل، فمهم جدا يكون في هذا الجسر اللي ببني بين المرحلتين حتى نعرف إيه اللي صار، إيه اللي حدث مع الكنيسة الأولى بعد مقام وصعد إلى السماء الرب يسوع المسيح. ثم سفر أعمال الرسل يعتبر سفر تلخيص تاريخي للكنيسة الأولى، وطبعا المؤرخ لوقا كتب بتفصيل وبروعة، يدل أنه كاتب محترف وبارع عبر عن امتداد الكنيسة. ثم سفر أعمال الرسل هو سفر أعمال الروح القدس، هو سفر أعمال الرب المقام من بين الأموات، هو سفر الرب يسوع المسيح الحي الذي يعمل من خلال تلاميذه، من خلال الرسل الأولين. مثل ما ذكرت إنه سفر مرحلة انتقالية، تحولت العبادة من الهيكل إلى البيوت، مع أنه في البداية كانوا يذهبوا يمارسوا العبادة في الهيكل ويصلوا في الهيكل، لكن بعد فترة تحولت فكرة الكنيسة في البيوت. ثم هو مرحلة انتقالية من اليهودية إلى المسيحية. هذه المرحلة الانتقالية تعبر عن عدة أشياء. عندما نقول من اليهودية إلى المسيحية نعني من الديانة، من الديانة اللي بتتميز بشرائع وفرائض وطقوس وعقائد وتقاليد إلى آخره، إلى حياة، حياة المسيح في المؤمن. ثم تحولت من خلفية يهودية إلى الكنيسة المسيحية اللي بتضم يهود وأمم أيضا، لأنه كانت البشارة مقتصرة فقط على شعب واحد في هذا المكان. ثم تحول كبير من الناموس، ناموس موسى، إلى النعمة بواسطة الرب يسوع أو من خلال الرب يسوع المسيح، وهنا نرى التعامل الإلهي من خلال المسيح. ثم أيضا تحول من الملكوت إلى الكنيسة، نرى هنا برنامج الله. طبعا ما هو الملكوت؟ الملكوت هو تتويج المسيح ربا وملكا على الحياة، يسوع يكون الملك فنحن نصبح مملكة المسيح، وهذه هي الكنيسة على الأرض. ثم تحولت من القيادة من أورشليم إلى أنطاقية، الرحلات التبشيرية اللي رح ندرس عنها خلال سفر أعمال الرسل ابتدأت من أنطاقية في سوريا. سفر أعمال الرسل يعبر عن مصداقية إرسالية المسيح، تعبر وتقول لنا إنه المسيح حي، أنه قام، صعد إلى السماء، أرسل الروح القدس وهو يعمل من خلال أولاده وبناته، من خلال التلاميذ والرسل أيضا. سفر أعمال الرسل بكل بساطة يظهر نمو الكنيسة حتى في أصعب الظروف وفي أصعب الاضطهادات. أعزائي، سأواصل عن هذا الموضوع بعد قليل. تحتل أسوار المدينة القديمة أورشليم مساحة لا تعدو كيلومتراً مربعاً واحداً. بنيت هذه الأسوار في منتصف القرن السادس عشر على يد السلطان سليمان العظيم من العثمانيين الأتراك. يصل سمك هذه الأسوار حوالي 3 أمتار، بينما يتراوح ارتفاعها ما بين 5 و15 متراً، وهي تعد من أفضل الأسوار في العالم التي يعود تاريخها لهذه الفترة، وما زالت محتفظة بحالة جيدة، وهي تمتد لمسافة حوالي 4.5 كيلومتر. قبل أن يغزو الملك داود أورشليم في القرن العاشر قبل الميلاد، كانت المدينة تعرف باسم العبرانية، وكانت موطناً للعبرانيين، ويصف الإنجيل المدينة بأنها كانت محصنة جيداً بأسوار قوية، لكن لم يكن معروفاً عنها الكثير. وسعت أسوار المدينة على يد الملك سليمان، ثم في حوالي عام 440 قبل الميلاد، أي تحت الحكم الفارسي،
وصل نحاميا من بابل إلى المدينة وأعاد بناء هذه الأسوار. أما الأسوار الموجودة حالياً فهي لا تضم المنطقة الأصلية التي غزاها الملك داود، فهذه المنطقة التي تعرف حالياً باسم مدينة داود تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة الواقعة خارج بوابة الروح. أعزائي، عندما أتحدث عن سفر أعمال الرسل لا يسعني إلا أن أتحدث عن كاتب سفر أعمال الرسل، عن لوقا. من هو لوقا؟ اسم لوقا يعني معطي أو مانح النور. هو أممي آمن بالمسيح يسوع، وعلى الأغلب الظن أنه من منطقة مكدونيا، فاخترت منطقة فيليبي لأتحدث عن لوقا الطبيب، لأن لوقا كان مع الرسول بولس وسيلا عندما جاءوا إلى منطقة فيليبي، وابتدأ يتحدث بصيغة الجمع أنه كان شاهد ومعاين الأحداث. لكن لوقا استمد معظم معلوماته بوحي من الروح القدس، لكن أخذها من التلاميذ الأولين، ولسيما من القديسة مريم العذراء ومن بطرس الرسول، وطبعا كان عايش ومعايش حياة الرسول بولس. لوقا هو كاتب البشارة وسفر أعمال الرسل، كتبها إلى صديق له يسمي أيها العزيز ثاوفيلوس. من هذا نستنتج أنه كان في مركز مرموق، لأن الكلمة بتعني يا صاحب السعادة. شيء تاني عن لوقا البشير، هو كان مؤرخ وتحول من مهنة الطب إلى الرسالة، ولسيما هذه الرسالة سفر أعمال الرسل. لكن لوقا بيتميز بالدقة وبالتفاصيل وبأمور ذكرها، بحيث أنه أصبح مرجع تاريخي للعلماء وللمؤرخين. حتى يقال عن سير ويليام رمزي أراد أنه يدحض نظرية لوقا، أنه عندما ذكر أماكن أو أسماء أنه مش بالضبط كما ذكرها لوقا، لكن عندما ابتدأ يبحث ويفتش آمن بالمسيح، وأكد أنه لوقا يعتبر مصدر موثوق به، وأنه مؤرخ عظيم جدا، بل كل التاريخ المسيحي والتاريخ في العالم آنذاك يعتمد على ما كتبه لوقا في سفر أعمال الرسل، عندما يذكر أسماء مدن وطرق جغرافية وأماكن متعددة ذهب إليها الرسول بولس بطريقة استراتيجية ومنتظمة. إن دل على شيء بدل إنه كان عارف اللي بيتكلم عنه. تحول من المهنة إلى الرسالة. ثم أحبائي، لوقا كان هو طبيب، يذكر عنه الكتاب المقدس أنه كان طبيباً، ربما كان يساعد ويعالج الرسول بولس، لأنه منستنتج من خلال كتاباته أنه يستخدم الاصطلاحات والعبارات الطبية، فهو كان طبيب. لكن الشيء اللي بميز لوقا أنه كان رفيق لبولس الرسول، كان يتجول مع الرسول بولس، فكان الرفيق، كان الصديق، كان المشجع لبولس الرسول، كان مخلص وأمين. عندما كتب عنه الرسول بولس قال لوقا وحده معي. عندما كان موجود في السجن الكل ترك الرسول بولس، لكن لوقا استمر وكان مع بولس الرسول لأنه أمين ومخلص، لم يترك الرسول. كان أيضا وديع ومتواضع، عاش في ظل العظماء لكنه أنكر حياة الذات، لم يضع اسمه، لم يكتب اسمه في البشارة، عاش حياة الاختفاء ونكران الذات، عاش مع العظماء مثل القديسة مريم العذراء، مثل الرسول بطرس، مثل الرسول بولس، لكنه كان يبرز هؤلاء الناس وليس نفسه. لكن شيء آخر لوقا أحبائي، بيتميز بالاسم الجميل اللي سماه بولس، لوقا الحبيب، فكان قلبه مملوء ومفعم بالمحبة. هذا المؤرخ والطبيب اللي استطاع أن يربط عمل يسوع المسيح وعمل الكنيسة امتدادها ونشاطها في كل عبر في كل الفترة، امتدت الكنيسة بنشاط بسبب كتابات
المؤرخ والطبيب لوقا الطبيب ولوقا الحبيب أيضا. سأواصل حديثي بعد قليل. سفر أعمال الرسل وبالفعل سفر الرب يسوع المسيح الحي المقام من بين الأموات. أعزائي أواصل حديثي عن خلفية عن سفر أعمال الرسل مرة أخرى. أنا بتكلم عن خلفية ومقتطفات من هنا وهناك، لكن أشجعك أنك تدرس كلمة الله بالتفصيل آية آية. سفر أعمال الرسل يعتبر مرجع تاريخي لكل واحد منا، مع أنه مرجع تاريخي إلا أنه سفر حي وحيوي، مليء بالحركة، مليء بالنشاط، مليء بالتحركات من مكان إلى مكان. سفر يعتبر سفر الانتصار لأنه بيتكلم خلال فترة زمنية بسيطة من ابتداء الكنيسة من يوم 50 حتى وجود بولس في سجن روميا. نتكلم عن فترة زمنية تتراوح بين 30-35 سنة، ومنشوف حركة في كل مكان. سافر بالبر، سافر بالبحر، جبال، وديان، بلاد بكل أشكالها بكل أنواعها، بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة. يعني بكل بساطة سفر أعمال الرسل وصل إلى كل العالم المتحضر آنذاك. سفر أعمال الرسل بيتحدث مش بس عن نشاط الكنيسة، بيتحدث عن امتداد وانتشار الكنيسة، بيتحدث عن كنيسة انتشرت إلى كل بقاع الأرض. وأيضا سفر أعمال الرسل لا يخلو من الاضطهاد، فكان الاضطهاد يعتبر سبب بركة وفرح للتلاميذ، إذ الاضطهاد ساعد على نمو وانتشار الكنيسة. بسفر أعمال الرسل بنقرأ عن تنظيم الكنيسة الأولى، كيف نشأت وكيف تطورت وكيف وصلت إلى أماكن أخرى. في سفر أعمال الرسل المفتاح الرئيسي هو مكتوب في آية 8 من الإصحاح الأول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. بالواقع هذه الآية قيلت من هنا، من جبل الزيتون اللي أنا واقف عليه. وبالفعل هذا السفر تم على 3 مراحل. البشارة وصلت إلى أورشليم واليهودية أولا، ثم وصلت إلى منطقة السامريين، ثم من إصحاح 13 وصلت البشارة إلى كل أنحاء الأرض. سفر أعمال الرسل بيتكلم عن شخصيتين رئيسيتين. الشخصية الأولى شخصية بطرس الرسول تلميذ يسوع المسيح اللي الله استخدمه بفتح الملكوت لليهود والسامريين والأمم، استخدمه بآيات ومعجزات وبتأسيس وتنظيم الكنيسة الأولى. لكن الشخصية الأكثر انتشار والمعرفة أكثر شخصية الرسول بولس، بإعلان الرب غير حياته وملأه بقوة الروح القدس ووصل البشارة إلى كل أنحاء الأرض. بطرس يعتبر كان رسول أو يتكلم إلى اليهود، لكن الرسول بولس يعتبر رسول الأمم. وأريد أن أقول ملحوظة أخرى بالخلفية أو المقدمة لسفر أعمال الرسل، إنه كل الرسل اللي ذكروا معظمهم بدون أي استثناء استشهدوا في سبيل المسيح، ما عدا يوحنا الرسول اللي نفي بجزيرة بطرس. سفر أعمال الرسل هو التاريخ اللي بنتعلمه عن معاملات الله، هو النموذج اللي إحنا منطبقه على حياتنا، هو الكنيسة الناجحة المنتصرة لكن واجهت المشاكل وانتصرت على هذه المشاكل سواء من الداخل أو من الخارج. سفر أعمال الرسل هو سفر حي ما زال يعمل حتى هذا اليوم. هل اسمك يذكر في سفر الأعمال؟ هل تترك بصمة وأثر على الآخرين؟ أصلي من كل قلبي أن يكون وضعك هكذا. فرجع الرسل إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. ولما دخلوا المدينة صعدوا إلى غرفة في أعلى البيت كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا
ويعقوب وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرتولوماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الوطني الغيور ويهوذا بن يعقوب، وكانوا يواظبون كلهم على الصلاة بقلب واحد مع بعض النساء ومريم أم يسوع وإخوته. وفي تلك الأيام خطب بطرس في الإخوة، وكان عدد الحاضرين نحو 120، فقال: يا إخوتي، كان لابد أن يتم ما أنبأ به الروح القدس في الكتاب من قبل بلسان داود على يهوذا الذي جعل نفسه دليلاً للذين قبضوا على يسوع. أعزائي، في الختام أصلي من كل قلب أنك تستمتع بهذه الدراسة من سفر أعمال الرسل، مع أنه رحين نقطع مسافة طويلة إن كان في الأراضي المقدسة أو في اليونان أو في تركيا، لكن متأكد أنها سوف تكون سبب بركة وفائدة روحية لحياتك. أريد أن أقول في الختام أنه سفر أعمال الرسل هو بالفعل سفر الرب يسوع المسيح الحي المقام من بين الأموات، هو سفر عمل قوة الروح القدس، ليس فقط بالقديم لكن أيضا في هاي اللحظة يمكنك أن تفتح قلبك ليسوع، تدعو الرب الحي إلى حياتك وتمتلئ من الروح القدس حتى تحصل على قوة إلهية تتغير حياتك وتعيش حياة النصرة والغلبة. وصلي من كل قلبي أنك تتبارك من خلال هذه الدراسة. عزيزي، أنا أدعوك لكي تذهب معي في الحلقات القادمة حتى نواصل دراستنا. إلى اللقاء في حلقة أخرى. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن انتظار اختيار وإرسال. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو على العناوين التالية: